قال الناطق باسم شرطة تعز المقدم أسامة الشرعبي إنه بعد نزول الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات إلى منطقة قصف ميليشيا الحوثي لحي الروضة والذي أسفر عن استشهاد طفل وإصابة 11 آخرين، تبين من خلال الفحص والمعاينة أن الميليشيا استهدفت الأطفال من مواقع تمركزها في منطقة الحرير شمال شرق المدينة. تحركنا اليوم برفقة الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات إلى مكان سقوط المقذوف الذي أدى إلى إصابة 12 طفل فارق أحدهم الحياة قبل قليل. طبعا تبين من خلال الفحص والمعاينة من قبل الخبراء أن المقذوف أتى من اتجاه شمال شرق المدينة من منطقة الحرير تحديدا، وهذا الاتجاه. طبعا نحن نقوم بمهامنا المهنية عبر خبراء وفنيين، سنقوم برفع هذه التقارير إلى الجهات المختصة والجهات المعنية لوضع حد وعمل حلول لهذه الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين والأطفال داخل محافظة تعز.